اهلا بكم. المحسوبيه، المحسوبيه شيء مخيف جدا جدا جدا. خلينا اكلمكم عن يعني السايد افكت او خطوره ومضاعفات المحسوبيه كمرض متفشي في العالم كله. المحسوبيه بتضر كل الجهات. اولا الشخص اللي انت اعطيته حق مش حقه، حطيت له مكانه مش مكانته، حطيته في مستوى اعلى من امكانياته، هو نفسه هينضر لانه مش هيجتهد، مش هيذاكر، مش هيشتغل على نفسه، خلاص هو وصل لده لانه قريب فلان او لان فلان مناسبه او لانه ابوه علان او وصل لحاجه. الحاجه الثانيه، انت اديت انطباع للعامه انه مش بالشغل ولا الاجتهاد الانسان ممكن يوصل. لا، بالمحسوبيه والواسطه انت ممكن توصل. في النهايه انت مش هتوصل لشيء، ده شيء مهم جدا، يعني حتى اللي هياخد حق مش حقه هو مش هيقدر يحقق شيء بيه على الاطلاق، مش هيقدر ينجح. المشكله ان المحسوبيه دلوقتي بقت اكثر انتشارا ممن قبل، بقت اكثر وضوحا من اللي كان قبل كده، وبقت في اماكن ما كانش فيها محسوبيه، كانت من الصعب ان احنا نشوف فيها محسوبيه. يعني مثلا بقى في محسوبيه في الفن، بقينا نشوف ناس مش المفروض انهم يمثلوا بيمثلوا، بقينا نشوف ناس ما ينفعش يعملوا عمل درامي ولا انهم ينقلوا لنا احاسيس دراميه موجودين على الشاشه وليهم شكل كان ليهم مكانه. هو الحقيقه في النهايه هم مش هينجحوا لان هم مش قادرين ان هم يعملوا اللي هم بيقولوه، او بمعنى اصح ما يستحقوش ان هم يكونوا في المكانه دي. في النهايه هيفشلوا، هم هيصابوا باحباط واكتئاب وهيشوفوا ان المجتمع ما قدرهمش، لكن هم مش دريانين، هم وصلوا بمحسوبيه. وفي الناحيه الثانيه اللي شافهم ضايق جدا لانه ما استمتعش بالعمل الفني او ما استمتعش بماتش الكوره، ده في محسوبيه دلوقتي في الكوره، في لعيبه بتلعب في نوادي او منتخبات ما تستحقش انها تلعب. كل عارف دي محسوبيه او واسطه او بين قوسين فساد. في النهايه كل ده ممكن يكون في منتهى الخطوره لو كمان المحسوبيه طالت الطب. يعني ان حد يتعين مثلا او ياخد مرتبه اكبر من مرتبته او درجه اعلى من درجته لان والده فلان او والده دكتور في الكليه او انه عمه استاذ قسم، كل ده رئيس قسم، كل ده ممكن يؤدي الى كارثه سوداء. ان الجيل اللي هيطلع يقول لك طب انا اذاكر ليه واتعلم ليه طالما الاول معروف او اللي هيتعين معروف نتيجه انه له علاقه بفلان او بعلان. المحسوبيه خطورتها على الكل، واخطر من يصاب باثر جانبي من المحسوبيه هو الشخص نفسه اللي بتعمل له الجميله دي او بتتعمل له المجامله دي، هو نفسه اللي خد حق مش حقه أكتر واحد هينضر، لأنه في النهاية مش هيحقق نجاح، هيحقق فشل، مش هيتقدم لأنه مش هيقدر يذاكر، خلاص هو وصل اللي هو فيه أو وصل لحتة اللي هو فيها دي من غير اجتهاد، وبالتالي هو شايف أن الاجتهاد ملوش قيمة في أعماق نفسه، ما طورش موهبته، ما طورش علمه، ففي النهاية هيقف محلك سر، هو أكتر المضرورين. خليكم مع الناس الحلوة.